الساعة الأخيرة من التلفزيون العربي في لندن وفيها. ما قبل وصول بايدن إلى البيت الأبيض، آلاف الجنود يستنفرون في واشنطن تحسبا لأعمال عنف في يوم التنصيب. وبيلوسي تتعهد بمتابعة محاكمة ترامب في الكونغرس. فهل يتسلم بايدن الرئاسة بسلام؟ فلسطين تتخطى الانقسام السياسي، فصائل ترحب بتحديد محمود عباس موعدا للانتخابات الرئاسية والتشريعية، ولجنة الانتخابات تطلب رقابة دولية. فهل هذه هي بداية نهاية الانقسام؟ وفي موضوعنا المغربي، اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي تتوصل إلى توافق على آلية تشكيل السلطة التنفيذية، فهل تحظى هذه التفاهمات بقبول جميع أطراف الصراع؟ وفي جولتنا في وسائل التواصل، جدل بشأن فرض شهادات التطعيم ضد فيروس كورونا شرطا للسماح للمسافرين بالتنقل بين الدول. البداية من الولايات المتحدة وهذه النافذة الخاصة من واشنطن مع نجلاء أبو مرعي. شكرا رولا، وأهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النافذة الخاصة من واشنطن. إذن استعدادا ليوم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن الأربعاء المقبل في 20 من الشهر الحالي، إجراءات أمنية مكثفة يواصلها الحرس الوطني الأمريكي، أغلقت المنافذ إلى المعالم الشهيرة في وسط العاصمة وفي العاصمة عموما، والمداخل المؤدية إلى وسط مدينة واشنطن، كل ذلك تحسبا واحترازا لمخاوف تصاعدت في الفترة الأخيرة، لا سيما بعد أحداث اقتحام الكابيتول الأسبوع الماضي. بأسلحة رشاشة وآليات مدرعة سيتولى جنود الحرس الوطني تأمين سلامة عملية تنصيب الرئيس الجديد. المهمة أمنية، لكنها مثقلة بهواجس سياسية فرضها اقتحام مؤيدي الرئيس دونالد ترامب لمبنى الكونغرس، واقع دفع ببعض الأصوات إلى التحذير من مخاطر زج الجنود في الصراعات السياسية المحتدمة في واشنطن. نعم، سيكون للبعض آراء وتكهنات بأنني أواري طرفا دون آخر، لكنني لست مع أي طرف، أنا مع أمريكا، ولهذا أضع علامها على كتفي. تعداد الحرس الوطني يصل إلى نصف مليون جندي، هم مواطنون مدنيون يخدمون في وحدات عسكرية تنظمها الولايات، إضافة إلى دورهم في حفظ الأمن يتولون عمليات الإنقاذ ومواجهة الكوارث والأوبئة. في الأيام القليلة المقبلة سيكونون مستعدين لأي طارئ أمني في العاصمة الأمريكية. العتاد المقدم لنا سيمكننا من السيطرة على أي طارئ قد يشكل تهديدا لعملية تنصيب الرئيس. شهدت واشنطن انتشار الحرس الوطني خلال العديد من التظاهرات والاحتجاجات الشعبية، لكن تمركز آلاف الجنود داخل مبنى الكونغرس يحدث للمرة الأولى منذ 200 عام. في معركة العام 1812 حصل آخر تمركز عسكري في مبنى الكابيتول حين أحرق الجيش البريطاني البيت الأبيض، وكانت آخر معركة مع جيش أجنبي على التراب الأمريكي. انتشار الحرس الوطني في واشنطن خلال عملية تنصيب الرئيس الجديد تقليد متبع منذ انتخاب جورج واشنطن كأول رئيس للبلاد عام 1789. 20,000 جندي من قوى الحرس الوطني يحرسون العاصمة الأمريكية واشنطن على مدار الساعة، إضافة إلى العديد من الأجهزة الأمنية الأخرى التي ستواكب عملية تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد. من العاصمة الأمريكية واشنطن، نبيل أبي صعب،
العربي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يحضر حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، بل سيغادر الأربعاء صباحا قبل ساعات من حفل التنصيب، وسيشارك في هذا الحفل نائب الرئيس مايك بنس بالإضافة إلى جانب الرؤساء السابقين باراك أوباما وجورج بوش وبيل كلينتون. وكما بات معلوما فإن الرئيس دونالد ترامب حتى هذه اللحظة لم يقر بهزيمته في الانتخابات الرئاسية الأخيرة. رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي من جهتها قالت بأن إجراءات محاكمة ترامب ستتواصل وهي متواصلة بالفعل، ليكون ذلك في مجلس الشيوخ بعد صدور قرار بعزله في مجلس النواب. بيلوسي أكدت أنه ينبغي مقاضاة أي عضو من أعضاء مجلس الشيوخ يثبت أنه ساعد أو تعاون مع مقتحمي الكونغرس من أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. الآن المسؤولون يحضرون للمحاكمة التي سينقلونها إلى مجلس الشيوخ، وفي الوقت نفسه نحن في فترة انتقال السلطة، وبوجود حزمة التحفيز الخاصة بفيروس كوفيد-19، الرئيس المنتخب جو بايدن أعلن بالأمس أنه سيفي بوعده الانتخابي، المساعدة في طريقها إليكم. الرئيس المنتخب جو بايدن وفي سياق سلسلة التعيينات عين ويندي شيرمان في منصب نائب وزير الخارجية في إدارته المقبلة، وشيرمان معروفة بأنها شاركت في ولاية باراك أوباما في إدارة مفاوضات الاتفاق النووي مع إيران عام 2015، وخلال الولايات الثانية للرئيس بيل كلينتون شاركت شيرمان أيضا في محادثات بشأن الصواريخ البالستية مع كوريا الشمالية. ولمتابعة التطورات في واشنطن لا سيما الميدانية بالإضافة إلى السياسية، معنا مراسلنا وسام زين الدين. وسام، يعني ضعنا في آخر الاستعدادات الأمنية خصوصا مع معلومات توالت عن توقيف شخص على ما يبدو حاول عبور أحد الحواجز في واشنطن دي سي، ويبدو أن بحوزته كان بعض الأنواع من الأسلحة أو الذخيرة. بالفعل ويسلي بيلر من ولاية فيرجينيا نجلاء حاول بالأمس يوم الجمعة بعد الساعة 6:30 مساء الدخول إلى المنطقة الأمنية المشددة إن صح التعبير، حيث نتواجد نحن هنا على نقطة تشبه النقطة التي تظهر في الصورة خلفي. حاول عبور هذه النقطة، كان متوجها إليها بشاحنته الصغيرة تحديدا من نقطة أمنية تقع في شمال الكونغرس أو مبنى الكونغرس. تم توقيفه هناك، وعند سؤاله إذا ما كان يحمل أسلحة قال إن بحوزته مسدس نصف آلي فقط، ولكن عندما تم تفتيش السيارة الخاصة به تم العثور على مسدس آلي وأيضا على عدد كبير من الطلقات، تجاوز 500 طلقة بحسب بيان لشرطة الكابيتول تحديدا التي صرحت قبل دقائق قليلة عن هذا الموضوع، أو قبل نصف ساعة أو أكثر من الآن عن هذا الموضوع. بالتالي هذا أول خرق إن صح التعبير يسجل في هذه المنطقة الأمنية المشددة. كما بدأت هذه النشرة وهذه النافذة، بالفعل هناك تشديدات أمنية، تعزيزات إضافية، ازداد عدد الحرس الوطني الذي ينتشر لتأمين هذه المنطقة إلى 25,000 عنصر. هذه البوابات شاهدناها قبل قليل، أو كنا نقف في هذه النقطة وشاهدنا عدد من السكان وحتى الصحفيين يخضعون لتفتيش دقيق وكامل. نحن خضعنا لهذا التفتيش قبل دخولنا من حيث تظهر هذه البوابة من خلفي، وحتى هذه النقطة وضعنا لتفتيش كامل. حتى المعدات، كان هناك كلاب تابعة للشرطة قامت بتفتيش هذه المعدات التي بحوزتنا من كاميرات، وإلى ما هنالك نحتاج
إليها طبعا أثناء التصوير. أيضا نجلاء بعجالة اسمح لي أن أذكر أن كل التهديدات التي كانت بخصوص إمكانية توجه عدد من مؤيدي الرئيس ترامب إلى هذه المنطقة من أجل التظاهر اليوم قابلها أيضا دعوات أخرى بعدم المجيء إلى هنا بعدما رأوا كمية التجديد الأمني الذي حصل في هذه المنطقة، وبالتالي على ما يبدو أن المظاهرات قد أجلت أو إلى يوم آخر أو ألغيت حتى اللحظة. كل السيناريوهات ما زالت مفتوحة وكل الأمور على طاولة الشرطة وعناصر الأمن هنا يتعاملون مع أي تهديد صغير حتى لو كان صغيرا على أنه تهديد كبير. نعم نجلاء. شكرا لك وسام زين الدين مراسلنا في واشنطن. وللمزيد من المتابعة معنا من نيويورك الكاتب الصحفي محمد السطوحي. أهلا بك سيد السطوحي. يعني بالإضافة إلى هذه الاستعدادات الأمنية والمخاوف التي يعني لا تزال حاضرة على ما يبدو وهناك استعدادات لها، يبدو أن رئيس المنتخب جو بايدن يحاول أن يواصل أموره كما لو أنه لا شيء من هذا سيحدث ويعرقل أي مسار من مسار التعيينات. اليوم فريق العلمي أعلن عنه بالإضافة إلى تعيينه ويندي شيرمان، لكن هناك انتقادات سمعناها اليوم حول خطته التي أعلنها بالأمس بأنها طموحة جدا وقد تشهد عراقيل في مجلس الشيوخ. ما رأيك؟ يعني هناك أكثر من نقطة أثرتيها. بالنسبة للجزء الأخير وهو الانتقادات التي وجهت إلى الخطة، هذا شيء طبيعي ومتوقع لأنه عندما تتحدثين عن ما يقرب من 2 تريليون دولار الخطة الجديدة الاقتصادية بالإضافة ل 900 مليار دولار تمت بالفعل الموافقة عليها، فيعني هذا مبلغ كبير للغاية. وطبعا سيأتي الجمهوريون ليتحدثوا عن العجز في الموازنة والبرنامج الجديد والطموح وأنه من الصعب تلبية كل هذه الاحتياجات، فهذا شيء يعني طبيعي. لكن في نفس الوقت الظروف الاقتصادية الموجودة حاليا وما أحدثه وباء كورونا والركود الاقتصادي أعتقد أنه سيكون كبير، انه ربما يعني توقعي انه حتى لو تمت بعض التعديلات على يعني المجموعه الجديده او الباكج الجديده للتحفيز الاقتصادي فربما يكون هناك بعض التخفيض وليس الالغاء، لانه في نهايه الامر هناك توافق على انه لابد من وجود خطه للتحفيز الاقتصادي في هذه المرحله. يعني صحيح. بالنسبه تفضل السيد السطوحي، بعض الجمهوريين لمتابعة هذه النقطة يعني وهي الأساس بالنسبة للجمهوريين، كان هناك بعض التعليقات من بينهم يقولون بأن الحزمة تحتاج إلى كثير من الوقت، لن يكون بالأمر السهل أن يمررها بايدن، ربما موضوع النقد المالي سيعني يتعاونون به لأنه يعني يرونه ضرورة بالفعل، ولكن بموازاة أن إجراءات محاكمة ترامب ستكون يعني على قدم وساق في مجلس الشيوخ، فهذا قد يعني يجعل بعض الجمهوريين يتشبثون أكثر ولا يتعاونون، وهو على الأقل يحتاج يعني بحسب كل قرار على الأقل 17 عضوا كي تمر هذه القرارات من الجمهوريين أتحدث تحديدا. نعم، هو هناك دائما آليات داخل مجلس الشيوخ يلجؤون إليها في مثل هذه الحالة، لأنه هو لديه الأغلبية المطلقة 50 عضو ديمقراطي بالإضافة إلى صوت كامالا هاريس كنائب للرئيس كرئيس لمجلس الشيوخ من الممكن أن تحسم عملية التصويت. فبالتالي من هذه الناحية هناك آلية يلجؤون إليها أنه تعرف بالكونفرنس مع مجلس النواب ويتم من خلالها الإسراع بعملية التصويت بأغلبية مطلقة ولا يحتاجون في هذه الحالة لل 17 عضو من الجمهوريين. الجمهوريين لجأوا إلى هذا التكتيك من قبل ومن الممكن أن يلجأ إليه الديمقراطيون أيضا. فاعتقادي ما لم يكن هناك نوع من التمرد داخل الديمقراطيين، السيناتور جو مانشن مثلا من ولايات فيرجينيا وهو رجل يعني يميل للمحافظين، لكن هناك ايضا بعض المعتدلين داخل الحزب الجمهوري سوزان كولينز ليسا ميركوفسكي واخرون من الممكن انه يلجا اليهم ايضا للتعويض، وفي هذه الحاله احتمال انه يتم تمريرها بهذه الصوره يظل احتمالا قائما.
فيما يتعلق بإجراءات المحاكمة، الكلام أن الأسبوع المقبل سيقدم أو يحول هذا القرار، ولكن على ما يبدو فريق بايدن لا يزال متمسكا نوعا ما بفكرة تأجيل تحويل هذا القرار، يعني يخشى على أن ذلك سيعرقل مسألة التعيينات، لكن وكأن بيلوسي تتعمد ترك الباب يعني مفتوحا في هذا المجال. هو منذ البداية كان معروف أنه ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، وهو سيظل هو زعيم الأغلبية حتى يوم التنصيب، كان يرفض مسألة بدء إجراءات المحاكمة قبل أن يتولى جو بايدن، وبالتالي لم يعد هناك خيار أمام الديمقراطيين سوى أنه تتم المحاكمة بعد مغادرة دونالد ترامب، وهذا سيفتح الباب للكثير حتى من الجدل الدستوري بشأن ما إذا كان من الممكن محاكمة الرئيس بعد مغادرته السلطة. الفقيه الدستوري مثلا لورنس درايب يقول أنه هذا شيء ممكن. بالمناسبة حدث تاريخيا مثل هذه المحاكمة، ولكن كانت بالنسبة لوزير الدفاع أو وزير الحربية بتسمية ذلك الوقت في القرن ال19، وتمت المحاكمة فعلا ولكن تمت تبرئته. إذن من الناحية الدستورية من الممكن أن يتم ذلك، إنما سيكون هناك مشاكل أخرى مرتبطة بأنه تكون على حساب أولويات. الرئيس الجديد يريد أن يركز على إنجاز بعض الأمور، التصديق على تعيين أعضاء حكومته، التحفيز الاقتصادي والخطة الجديدة تتم الموافقة عليها، هو لا يريد أن ينشغل مجلس الشيوخ في هذه اللحظات أو الوقت الحرج ب قضايا أخرى مثل المحاكمة، وبالتالي تجد هذا التردد من قبل مجلس النواب في موعد بدئها، في موعد إرسال عملية قرار الإدانة أو الامبيتشمنت لمجلس الشيوخ من أجل أن تبدأ المحاكمة. شكرا جزيلا لك الكاتب الصحفي محمد السطوحي، كنت معنا عبر خدمة سكايب من نيويورك. والآن لنتابع أكثر تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الحدث الأمريكي، نعود إلى لندن مع مايا، وبهذا نختم النافذة المباشرة من واشنطن. شكرا لك نجلاء وأهلا بكم مشاهدينا. مع اقتراب موعد تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، تتوجه الأنظار إلى العاصمة واشنطن التي تغيرت ملامحها وحصنتها الإجراءات الأمنية المشددة استعدادا لمراسم أداء اليمين في 20 من الشهر الجاري. ويبدو أن الرئيس دونالد ترامب لن ينتظر حتى انتهاء ولايته ليغادر البيت الأبيض، لا سيما وأنه أكد عدم نيته حضور الحفل المنتظر، وسيتجه فجر الأربعاء أي قبل ساعات من تنصيب بايدن إلى ولاية فلوريدا، حيث ينوي الاستقرار في مقره الفاخر في مارالاغو. وما زال الحديث مشاهدين على المنصات يتناول إمكانية عزل ترامب والتجديد الأمني الذي تشهده البلاد. تقول الكاتبة أليز هوغ أن الناس يتساءلون عن سبب المساءلة إذا كانت ولاية ترامب أوشكت على الانتهاء، والإجابة المختصرة برأيها تكمن في عدم تمكين ترامب من الوصول إلى موقع سلطة مرة أخرى. وتشرح المحامية أي جي دلغادو أن حظر ترامب من تولي المنصب يمكن أن يتحقق بطريقة أخرى غير العزل، عبر تطبيق المادة الثالثة من التعديل 14 والذي يتطلب 51 صوتا فقط. ويتساءل الصحفي مايكل سميركونيش عما إذا كانت محاولة العزل تستحق هذا العناء، حتى لو بدأ أنه من غير المحتمل أن يصوت 17 جمهوريا لصالح إدانة ترامب. وعن الإجراءات الأمنية مشاهدين، يشرح المراسل شوماري ستون أنها مشددة، وأن 20,000 جندي من الحرس الوطني يستعدون للتصدي للتظاهرات المؤيدة لترامب في العاصمة، وهم مسلحون ويسمح لهم باستخدام القوة. وتقول الصحفية سهرة أبدي أن الطرقات المؤدية للكابيتول أغلقت، وتم نشر الآلاف من العسكريين بالزي الرسمي والعسكري، وتم إغلاق بعض محطات النقل العام. في المقابل يعد الكاتب ترنس ويليامز وجود 30,000 جندي في حفل تنصيب افتراضي أمرا سخيفا على حد وصفه. بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام الفقرة. الآن نعود إليك رولا واستكمال أخبار الساعة الأخيرة. شكرا لك مايا.
إلى الشأن الفلسطيني الآن، فقد أكد رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر أن الفصائل الفلسطينية ستجتمع في العاصمة المصرية القاهرة خلال أسبوع بهدف حل الإشكاليات الفنية العالقة بشأن العملية الانتخابية. وأضاف ناصر في مؤتمر صحفي أن الفصائل كافة كانت متجاوبة مع المرسوم الذي أصدره الرئيس محمود عباس وحدد بموجبه موعد الانتخابات. المراسيم اللي طلعت امبارح هي كانت بالتوافق، وكل الفصائل السياسية، أنا لا أتكلم عن الفصائل بس يعني أنا أدرك ذلك، هي متجاوبة إيجابيا أو ما أخذ موقف إيجابي. وتنسوش أنه هذا العمل هو نتاج عمل صار له حوالي سنتين من العمل الدؤوب لتذليل جميع الصعاب المتعلقة بالانتخابات التشريعية والرئاسية. بدوره أكد نبيل شعثة مستشار الرئيس الفلسطيني في تصريح للتلفزيون العربي على أن رام الله تواصل مشاوراتها مع الفصائل الفلسطينية لضمان التوافق بشأن القانون الانتخابي، مضيفا أن الانتخابات ستجري على أساس نسبي لضمان تمثيل الجميع بالتساوي. نريد أن نستفتيهم بالقانون الانتخابي إذا كان لهم أي اعتراضات أو رغبات في تعديل القانون الانتخابي لكي يضمن حقوق الجميع في التصويت الحر من أجل الوصول إلى مجالس منتخبة ديمقراطيا. ونحن سنستمر في هذه الاتصالات وهذه العلاقات، حتى كذلك أؤكد للجميع أن الانتخابات ستكون على أساس نسبي كامل بما يسمح للجميع أن يمثلوا. كما أشار شعث إلى أن الرئيس محمود عباس سيناقش مع اللجنة المركزية لحركة فتح مسألة الترشح للانتخابات الرئاسية، مضيفا أن عباس سيستشير كافة قيادات فتح والفصائل الفلسطينية الأخرى في هذا الخصوص. أنا أعتقد أن الرئيس أبو مازن يهمه المصلحة الوطنية الفلسطينية وسيستشير ليس فقط حركة فتح وأعضاء اللجنة المركزية في حركة فتح، بل ربما نذهب إلى مؤتمر عام لحركة فتح. كما ذلك هو على اتصال مستمر بالفصائل الأخرى لكي يضمن أن تكون هذه الانتخابات حقيقة هي ما يريده الشعب الفلسطيني. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس حدد 22 من أيار المقبل موعدا لانطلاق العملية الانتخابية الخاصة بالمجلس التشريعي، فيما سيكون آخر يوم في يوليو المقبل موعد الانتخابات الرئاسية. انتخابات تشريعية ثم رئاسية ثم انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني ستجرى هذا العام، فالمرسوم صدر أخيرا من الرئيس محمود عباس. هذا العمل هو نتاج عمل صار له حوالي سنتين. تحديد مواعيد الاستحقاقات الانتخابية فتح قائمة أسئلة عن نظام الانتخاب وآليات الترشح وعن إجراء الانتخابات في القدس ومصير القرارات والقوانين التي أصدرها الرئيس طوال سنوات غياب أو تغييب عمل المجلس التشريعي. الانتخابات متاحة ليس على مستوى فردي وإنما مستوى قائم، وليست حكرا على الأحزاب السياسية. بالتالي نحن منذ هذا اليوم سنبدأ ورشة عمل مع مؤسسات المجتمع المدني، مع الأحزاب السياسية، مع المهتمين في الشأن الانتخابي، مع وسائل الإعلام، حتى نشرح القانون بتفاصيله. الكثير من الأسئلة ستبقى الإجابة عنها معلقة إلى حين اجتماع الفصائل المرتقب في القاهرة بحسب ما أعلنت لجنة الانتخابات المركزية. وفي الأثناء بدأ بعض الخبراء الحديث عما يقولون إنها معطيات مهمة لضمان إجراء الانتخابات كما هو مقرر. حتى يعني تجرى الانتخابات تحتاج إلى كثير من الشروط، من الدعم السياسي، التغطية المالية، اقتناع الأطراف، السماح أو موافقة أطراف كثيرة على هذه الانتخابات. تستبق السلطة الفلسطينية تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن بهذه الخطوة، ويقول مراقبون إن ربط قرار إجراء الانتخابات بوصول بايدن للبيت الأبيض يبدو بديهيا في السياق الفلسطيني لضمان عدم عرقلة إسرائيل للانتخابات، والأهم قبول نتائجها بخلاف عام 2006.
5 أشهر تفصل الفلسطينيين عن موعد الانتخابات التشريعية، إلا أن منصات التواصل شهدت بداية حملة انتخابية بين الفصيلين الكبيرين فتح وحماس. يرى العمل العربي رام الله. في غزة رحبت الفصائل الفلسطينية بإصدار الرئيس محمود عباس مواعيد إجراء الانتخابات الفلسطينية العامة على 3 مراحل، واعتبرت أن ذلك يحقق للشعب الفلسطيني حقه الديمقراطي في اختيار ممثليه وقادته. تتجه أنظار الفلسطينيين في قطاع غزة مجددا إلى انتخابات فلسطينية جديدة، فبعد صدور مرسوم رئاسي بمواعيد إجرائها رحبت حركة حماس وعدد من الفصائل بالقرار ودعت إلى استمرار الحوار الوطني الشامل لتهيئة الأجواء لها. نؤكد بكل قوة على أهمية تهيئة المناخ لانتخابات حرة نزيهة وشفافة يعبر فيها الناخب الفلسطيني عن إرادته دون ضغوط أو قيود وبكل عدالة وشفافية، مع ضرورة المضي قدما دون تردد في استكمال العملية الانتخابية كاملة في القدس والداخل والخارج وصولا إلى إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني. إصدار المرسوم مثل بالنسبة للمراقبين بداية مشجعة لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني في ظل وضع إقليمي ودولي قد يدعم فكرة إعادة تجديد الشرعيات الفلسطينية. هذه مجرد بداية لإعادة تنظيم صفوف الفلسطينيين، إعادة بناء النظام السياسي. نحن سنكون أمام خطوة نوعية يعني فيما يتعلق خصوصا ليس بالشرعية فقط وإنما بالشراكة في إطار منظمة التحرير الفلسطيني. سكان قطاع غزة الذين عانوا من آثار الانقسام وتعدد الحكومات والفراغ السياسي طوال سنوات مضت يتطلعون كذلك إلى أن تنجح هذه الانتخابات في حل معضلات القطاع. يعني احنا مش ناقصنا يعني أشخاص وقيادات، في عنا مشاكل وهموم للمواطن لابد من حلها. هلا احنا طبعا أكيد الشارع الفلسطيني بتأمل، أو الشارع غزة تحديدا بتأمل حل هذه المشاكل. إن شاء الله بدنا نتأمل من الله إنه إيش يحل الانقسام، هذا أهم شيء. تفاؤل وآمال معقودة على نتائج الانتخابات يرافقها تخوف من احتمالية تعثرها والعودة إلى المربع الأول. إصدار مرسوم الانتخابات عده الكثيرون هنا خطوة متقدمة عن المحاولات والجهود السابقة لإجرائها طوال السنوات الماضية، لكن الأهم بالنسبة للفلسطينيين هو أن تفضي هذه الانتخابات إلى حلول تنهي آثار الانقسام والحصار الذي فاقم من معاناتهم وظروفهم المعيشية. صالح الناطور، العربي، قطاع غزة. لتسليط الضوء أكثر على هذا الموضوع ينضم إلينا من رام الله الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية. أهلا بك دكتور مصطفى. إذن توافق فلسطيني فلسطيني وترحيب بقرار إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، إضافة إلى الآن تحديد موعد خلال الأسبوع المقبل في القاهرة اجتماع الفصائل لمناقشة الإشكاليات الفنية العالقة، هل نستطيع القول بأن مسار الانتخابات الآن يسير بالتوازي ويكمل وقد يتوج المصالحة الفلسطينية، أم أن الشيطان يكمل في تفاصيل الإشكاليات الفنية العالقة؟ تستطيع أن تقول الأمرين معا. يعني أولا هاي بداية جيدة، بمعنى أهم شيء في المرسوم أنه يحدد 3 انتخابات وليس انتخابات واحدة، تشريعية ورئاسية والمجلس الوطني. وإعادة بناء المجلس الوطني الفلسطيني أمر أساسي، لأنه الأمر يتعلق ليس فقط بالفلسطيني الداخل بل في الخارج أيضا، وبالتالي هذه خطوة مهمة. الأمر الثاني المهم جدا أنه الشعب الفلسطيني حرم من حقه في الانتخاب والاختيار 15 سنة، أنا أوان أن يتغير ذلك، وهذا إعادة لحق للشعب كي يمارسه. لكن أيضا التفاصيل مهمة، لأنه نحن نعرف أن الانتخابات الآن ستجري ولكن الانقسام ما زال قائما، بالتالي الاجتماع في القاهرة يجب أن يعالج نقطتين. النقطة الأولى كيف يتم معالجة كل ما يمكن معالجته فورا من قضايا الانقسام حتى لا تصبح معرقلة للانتخابات، وثانيا وهذا مهم جدا التوافق على الآليات. الموضوع ليس مجرد موضوع تقني، لا، الموضوع سياسي. هناك نقاط 11 تم التوافق عليها قبل 2 وللأسف لم تجري الانتخابات، يجب أن تطرح. حرية العمل السياسي، عدم استعمال أي شكل من أشكال القمع السياسي أو الاعتقال السياسي، عدم تدخل الأجهزة الأمنية في الانتخابات،
أن يكون هناك نظام تمويل واضح للأحزاب، أيضا أن يكون هناك توافق على كيفية التصدي لمحاولات إسرائيل التي ستجري بالتأكيد لمنع الانتخابات في القدس وربما غيرها. هذا موضوع تقني ولكن أيضا موضوع سياسي من الطراز الأول. بالتالي الاجتماع القادم مهم، في قضايا يجب تجنب عثرات فيها مثل تشكيل محكمة الانتخابات التي سابقا شكلت عقبة كبيرة. المهم أن يكون هناك شراكة وديمقراطية كاملة، وأهم نقطة استعادة مبدأ سيادة القانون على الجميع. أستاذ مصطفى، تم الحديث عن مطالبات بأن يكون هناك مراقبة دولية على هذه الانتخابات، برأيك هل ستكون كافية مثلا في حل أي إشكاليات أو خلافات قد تطفو على السطح في تلك الفترة؟ هناك دور رئيسي للجنة الانتخابات المركزية، يعني أن تضمن أن الانتخابات تجري في ظروف طبيعية وصحيحة، أن تضمن التدخل الفوري في حال حدوث مخالفات يمكن أن تؤثر على الانتخابات. ولكن الرقابة الدولية مهمة، في كل الانتخابات السابقة كان هناك رقابة دولية من مركز كارتر للانتخابات مثلا، الاتحاد الأوروبي، ومن دول عديدة مختلفة. ولكن هناك أهمية أكبر للرقابة من المجتمع المدني الفلسطيني نفسه. هناك مؤسسات مجتمع مدني فلسطيني كثيرة تستعد الآن لتحديد مراقبين حتى يتم ضمان أن تجري العملية بسلاسة. أنا أقول من تجربتنا السابقة سواء في انتخابات التشريع عام 2006 و2005 انتخابات الرئاسية، المهم أن يكون هناك مش بس رقابة وإنما آلية للتدخل في حال حدوث خلل يمكن أن يؤثر على الانتخابات. بالنسبة لنقطة الانتخابات وتحديدا موضوع المراقبة الدولية وما ذكرته، موضوع يعني في حال مرت هذه العملية بسلاسة ووصلنا إلى نقطة تشكيل حكومة وحدة وطنية، هل من المبكر السؤال عن هذه النقطة والحديث عنها، خاصة بأنها هي قد تعتبر يعني من أهم العقد التي قد تؤثر على العملية برمتها، عملية المصالحة طبعا؟ احنا رأينا كمبادرة وطنية كان أن تتشكل حكومة وحدة وطنية انتقالية قبل الانتخابات، لأنه فقط حكومة وحدة وطنية مؤقتة تستطيع أن تعالج كل المشاكل لمنع تفاقمها بمشاركة الجميع. لكن على ما يبدو حتى الآن لا يوجد موافقة على هذا التوجه. القرار الذي يجب الحديث عنه أنه بعد الانتخابات ممكن أن تتشكل حكومة وحدة وطنية يمثل فيها الناس حسب الأصوات التي حصلوا عليها في الانتخابات. هذا شيء إيجابي لأنه يعني أن الديمقراطية حدثت والتنافس الديمقراطي حدث والشعب اختار، ثم يتوحد الفلسطينيون في الهم الأكبر وهو كيفية مواجهة الاحتلال ونظام الأبرتايد الإسرائيلي وإسقاط صفقة القرن وكل المؤامرات على القضية الفلسطينية. يجب أن نتذكر في نهاية المطاف أنه الهدف الرئيسي هو كيف نقوي أنفسنا في مواجهة الاحتلال، هذا هو هدفنا المركزي والرئيسي. نعم، شكرا لك من رام الله الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية. العربي طبعا الساعة الأخيرة مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. شتاء أفغانستان يشهد تصعيدا في أعمال العنف والهجمات وسط تقليص أعداد الجنود الأمريكيين. أهلا بكم من جديد، نذكر بالعناوين. ما قبل وصول بايدن إلى البيت الأبيض، آلاف الجنود يستنفرون في واشنطن تحسبا لأعمال عنف في يوم التنصيب، وبيلوسي تتعهد بمتابعة محكمة ترامب في الكونغرس. فلسطين تتخطى الانقسام السياسي، فصائل ترحب بتحديد محمود عباس موعدا للانتخابات الرئاسية والتشريعية، ولجنة الانتخابات تطلب رقابة دولية. الآن إلى الفقرة المغاربية مع ريما شلون. مساء الخير ريما. مساء الخير رولا، شكرا لك.
أعلنت المبعوثة المؤقتة إلى ليبيا سيفاني ويليامز أن اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار الليبي توصلت إلى صيغة لاختيار أعضاء الحكومة. ويليامز أوضحت أن التصويت على آلية اختيار السلطة التنفيذية في ليبيا سيتم الاثنين المقبل، كما ستجرى الانتخابات في ذكرى استقلال البلاد في 24 ديسمبر. يوم الاثنين 18 يناير ستدعو البعثة أعضاء الحوار السياسي إلى التصويت على الآلية المقترحة، وسيجري التصويت على مدار 24 ساعة، وسنعلن النتائج في 19 يناير بعد الانتهاء من فرز الأصوات. بارقة أمل مع وقف التنفيذ، توافق مبدئي على إعادة تشكيل السلطة التنفيذية في ليبيا. في الكواليس مقترح جديد يرى النور من رحم معركة كسر عظام، محطة جديدة في رحلة البحث عن توافقات وتنازلات. الطريق لن تكون مفروشة بالورود على محور جنيف بروكسل. تتزايد الضغوط على أطراف الأزمة الليبية لتجاوز الخلافات وقطع الطريق أمام محاولات إجهاض الحلم الليبي. اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي وبعد جولات حوار ماراثونية بجنيف توصلت إلى توافق بين أعضائها بشأن مقترح آلية تشكيل السلطة التنفيذية المتمثلة في المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة. المقترح الذي لاقى تأييدا أمميا يطرح آليات تعيد الشرعية للصندوق محليا ومركزيا. الطامع والطامح في عضوية المجلس الرئاسي مطالب بالحصول على أكثر من 70% من الأصوات على مستوى إقليم دائرته الانتخابية. ولأن كلمة السر في المعادلة الانتخابية الليبية عنوانها الرئيس والتوازن الجهوي، المقترح يتضمن خيارات بديلة في حال فشل الانتخابات على مستوى كل إقليم. هنا ستجرى عملية التصويت على أساس القوائم الانتخابية بين جميع أعضاء الملتقى، مناصب عليا تسيل اللعاب وتفتح الباب أمام كل السيناريوهات في مشهد ليبي تحول إلى حقل ألغام منذ إسقاط نظام معمر القذافي. على الأراضي الليبية صمت المدافع أحدث اختراقا سياسيا وكسر كل الطابوهات. ستيفاني ويليامز التي يبدو أنها نجحت فيما عجز عنه غيرها ستتنفس أخيرا السعداء مع قرار أنطونيو غوتيريش تعيين سلوفاكيان غوبيتش في منصب الممثل الأممي الخاص في ليبيا وفق صلاحيات لا تتعارض مع مهام البعثة الأممية للدعم في ليبيا. ومع بدء العد التنازلي لموعد 24 ديسمبر القادم، التاريخ المحدد لإجراء الانتخابات الرئاسية في ليبيا، يتطلع الليبيون إلى اختيار سلطة تعبر عن الإرادة الشعبية عبر صناديق الاقتراع وتسدل الستار على آخر فصول مسلسل الاقتتال الداخلي. ينضم إلينا من مدينة طرابلس الليبية الباحث السياسي سامي العالم. سيد سامي، مهم جدا ما تم التوافق عليه بشأن إعادة تشكيل السلطة التنفيذية في ليبيا، ولكن هل الأمم المتحدة لديها السلطة الكافية لتنفيذ هذه الآليات؟ مساء الخير سيدتي الكريمة ولجميع المشاهدين. لا أعتقد أن الأمم المتحدة يعني لديها كافة الإمكانيات للضغط، ولا أعتقد أن الأمم المتحدة أساسا هي جادة في هذا الموضوع. رأينا كم فرصة ضيعتها الأمم المتحدة وكانت تنتقل بنا من معضلة إلى معضلة أكبر منها، دائما لا تحل المشاكل ابتداء من سنة 2011. يعني رأيناها في كل مرة يحاولون التجاوز الخلافات وبدأ مشروع جديد ابتداء من حكم المحكمة العليا الذي ألغى انتخابات البرلمان، تجاوزوها وإلى يومنا هذا يقولون لم نفسر الحكم بعد، وما إلى وما بعده من 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 مشاكل. كل مرة يحاولون خلق مشكلة جديدة مع عدم حل المشكلة الأولى وجعلها يعني مواضيع متراكمة. فأعتقد أن يعني الأمم المتحدة
هي إن كانت جادة فستجد الوسيلة، ولكن الواقع على الأرض يظهر بأنها ليست جادة في حل المشاكل الليبية ولا وضع أي حلول جذرية لكل المشاكل. يعني باعتبار أن الأمم المتحدة لم تشرك في هذا في هذه اللجنة إلا عدد محدود، ولم نعلم جزء منهم معلوم أنهم من البرلمان وجزء من المجلس الأعلى للدولة، والباقي لا نعلم لهم يعني أصلا ولا فصلا. طبعا هذه من ضمن الانتقادات من قبل الأطراف الليبية للأمم المتحدة، ولكن ما جرى يحسب لستيفاني ويليامز المبعوثة الدولية بالإنابة، والآن تم تعيين مبعوث دولي جديد إلى ليبيا يان كوبيتش، بالتالي هل الأرضية مهيئة الآن للرجل ليحقق بعض الإنجازات ما عجز عنه مثل غسان سلامي الذي استقال نتيجة الفشل الذريع في مهمته؟ أعتقد أن المبعوث الجديد أو الشخص المكلف الجديد يعني حتى في تقاريركم لم يعني قيل أنه لن تتضارب مهامه مع البعثة، فهو لن ينوب مكان ستيفاني ولن يكون هو رئيس البعثة. يعني إلى غاية الآن لا شيء رسمي بأنه سيكون بديل غسان سلامة وسيكون رئيس ستيفاني ويليامز، وأعتقد أنه هو يعني حيكون مبعوث مصاحب للبعثة وليس رئيس لبعثة الدعم في ليبيا، وأعتقد أن مهامه يعني ستكون محدودة جدا، يعني لخلق نوع من البيروقراطية الزائدة. يعني ستكون بعض المشاكل كانت تحل بأسرع من مما سيكون عليه الأمر في المستقبل، كون أن يعني فريقين ومجموعتين، يعني لا يعرف الإنسان مع من يتواصل ومن يقود هذه المشكلة ليحلها، فسيكون هناك تضارب كبير أعتقد في وجود المبعوث الجديد السلوفاكي. شكرا جزيلا لك من مدينة طرابلس الليبية الباحث السياسي سامي العالم. في تونس أجرى رئيس الوزراء هشام المشيشي تعديلا وزاريا في حكومته شمل 11 حقيبة وزارية، وتم تعيين يوسف الزويغي وزيرا للعدل ووليد الذهبي وزيرا للداخلية، واعتبر المشيشي أن التعديل الوزاري خطوة تضمن ما سماه استقلالية الحكومة وانسجام المؤسسات الدستورية، ودافع المشيشي عن خياراته مؤكدا أن الوضع السياسي والاقتصادي للبلاد يستدعي تضافر الجهود للخروج من الأزمة. أنا قررت اليوم القيام بتحوير وزاري يحافظ على نفس فلسفة الحكومة المستقلة المدعومة من حزام سياسي وبرلماني أغلبي، ومتفاعلة إيجابيا مع كافة مكونات الطيف السياسي والمنظمات الوطنية، وبطبيعة الحال في انسجام تام مع بقية المؤسسات الدستورية. وبمقتضى التحوير هذا يتم تعيين السادة الآتي ذكرهم: يوسف الزواغي وزيرا للعدل، وليد الذهبي وزيرا للداخلية، عبد اللطيف الميساوي وزيرا لأملاك الدولة والشؤون العقارية. نهاية الفقرة المغربية، عودة إلى رولا وبقية الأخبار. شكرا لك ريما. قال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية محمد باقري إنه لا نية لدى إيران لشن أي هجوم، لكنها سترد بقوة وفي أقصر وقت ممكن على أي تحرك يستهدف أمنها القومي، وتزامنا مع مواصلة الحرس الثوري الإيراني منورة صاروخية استخدم فيها جيلا جديدا من الصواريخ البالستية. أكد باقري مواصلة القوات المسلحة الإيرانية المناورات التي بدأت حتى الأربعاء المقبل، وهو الموعد الذي ستنتهي فيه ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. يأتي ذلك في وقت أعربت فيه فرنسا وبريطانيا وألمانيا عن قلقها من إنتاج إيران معدن اليورانيوم، وحثتها على التراجع إن كانت تريد إنقاذ الاتفاق النووي بحسب بيان مشترك. بالمناورات تتحدث إيران السياسة. من عمق صحراء سمنان يطلق الحرس الثوري جيلا جديدا من صواريخه. ميدانيا تصيب أهدافها الافتراضية في عمق المحيط الهندي.
تحاكي استهداف قاعدة عسكرية أيضا. أما سياسيا فتودع رسالتها في بريد واشنطن. جهوزية عالية تحرص إيران على مواصلة إظهارها في الأيام الأخيرة لدونالد ترامب. تكشف إيران أيضا عن توجيهها إنذارا لغواصة أمريكية اقتربت من منطقة المناورة في بحر عمان. العسكر هنا باختصار يقولون جاهزون للرد، والبرنامج الصاروخي خارج المساومات. قواتنا على أتم الاستعداد، لا ننوي مهاجمة أحد، لكننا سنرد على أي اعتداء بقوة وفي وقت قصير. وبالبرنامج النووي أيضا تتحدث إيران السياسة. تواصل طهران تقليصها تعهداتها في الاتفاق النووي، إنتاج معدن اليورانيوم وهو ما منعت منه حسب الاتفاق النووي ل15 عاما يقلق الغرب، إضافة لخطوات أخرى منها تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% والتلويح بوقف العمل بالبروتوكول الإضافي. أمريكا يجب أن تفهم بأنه لا تفاوض على ما تم التوصل لاتفاق بشأنه مسبقا. إيران تؤكد على هذا وتقول إنها مستعدة لتنفيذ الاتفاق النووي كاملا، لكنها ستضرب بقوة إذا استهدفت. بقلق تريد طهران تمرير آخر أيام ترامب. تستبق وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض، تجمع أوراقها الرابحة كما تعتقد قبل أي مباحثات متوقعة مع الإدارة الأمريكية الجديدة. وسط توتر إقليمي أمني وعسكري غير مسبوق، تقف طهران بين اتفاق نووي ينازع ومشهد ضبابي لخطوات منتظرة من إدارة جو بايدن. تمسك بالمواقف من الجميع وتصعيد سيقود برأي مراقبين إما لانفلات الأمور أو لضبطها على طاولة المباحثات. حازم كلاس، العربي، طهران. الآن عودة مرة أخرى إلى مواقع التواصل الاجتماعي مع مايا. مساء الخير مايا. موضوع يثير الجدل الآن على مواقع التواصل وهو الحديث عن ضرورة الحصول على شهادة تطعيم لكي يتم التنقل بالنسبة للمسافرين. نعم رولا، يعني ما زال هناك حديث عن الموضوع. الاتحاد الأوروبي يناقش إصدار هذه الشهادات، ولكن الموضوع أثار جدلا بين مؤيد ومعارض. من يعارض هذه الفكرة يعتبر أن اللقاحات ما زالت غير متوفرة أصلا للجميع حول العالم، وأيضا هناك أسئلة ما زالت تنتظر الإجابة أيضا حول اللقاحات. نتابع التفاصيل معك. شكرا لك. أهلا بكم من جديد. أكدت لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية معارضتها لسياسة فرض شهادات تلقيح ضد كورونا كشرط للسماح للمسافرين بالتنقل بين الدول، وبررت المنظمة موقفها هذا بعدم توفر لقاحات كافية للجميع، وأنه لازال هناك الكثير من الأمور التي يجب معرفتها مثل فعالية اللقاحات بالحد من انتشار الفيروس، مؤكدة أن شهادة اللقاح لن تثني المسافرين من اتباع إجراءات السلامة للسفر خلال الوباء. ويأتي ذلك مشاهدينا بالتزامن مع مناقشة الاتحاد الأوروبي إصدار شهادات خاصة بالأشخاص الذين تلقوا اللقاح لتساعدهم على السفر والتمتع بالعطل الصيفية، مما يجنب السياحة عاما كارثيا آخر بسبب كورونا. نائب رئيس البرلمان الأوروبي روبرتا ماتسولا أعلنت عبر تويتر أنه حان الوقت للخطوة التالية، وهي فرض شهادات لقاح مشتركة لدول الاتحاد الأوروبي، وبهذه الطريقة يعاد فتح الاقتصاد بأمان مع ضمان حماية الصحة. إلا أن هناك بعض الدول التي أعلنت مسبقا إصدار شهادات اللقاح مثل اليونان وبولندا وقبرص والدنمارك. ويقول الطبيب بريت: لا أحد يجبر أي شخص على أخذ اللقاح، ولكن سيأتي الوقت الذي يضطر فيه الشخص لألا ينتقل من مكان أو ألا ينتقل من مكان إقامته إذا لم يكن لديه شهادة أخذ اللقاح. وهناك من أيد فرض شهادات اللقاح وعدها شرطا أساسيا لدخول المسافرين إلى بلده، مثل الكاتب روبرت مايرز الذي يتساءل لماذا يسمح للناس بالإسراع للقدوم إلى المملكة المتحدة دون تقديم شهادات أخذ اللقاح، ولماذا لا يطلب المعنيون شروطا لذلك.
وبشأن الضجة التي أحدثها خبر فرض جواز للسفر خاص بكورونا، علق روجر هالمر العضو في البرلمان الأوروبي بالقول ستوفر الحكومة على نفسها الكثير من المتاعب عبر طرحها شهادات تلقيح بدلا من جوازات تلقيح خاصة بالسفر. وفي هذه القصة نستعرض خبرا مضللا انتشر على مواقع التواصل، وهو عن إقالة مدير عام المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات المفكر الدكتور عزمي بشارة من مجلس إدارة قناة الجزيرة. بداية الخبر كانت على تويتر، ومن أول التغريدات التي تحدثت عنه تغريدة لصحفي يدعى عبد الجليل السعيد والذي وضع الخبر ضمن نتاج المصالحة الخارجية. والسعيد مشاهدين هو صحفي سوري له برنامج على قناة 24 السعودية، لينتشر بعدها الخبر على المنصات انتشارا واسعا. لكن الزائفة في الخبر ليس فقط أن الإقالة لم تحدث، ولكن الدكتور عزمي بشارة لم يكن يوما في مجلس إدارة القناة، وارتباطه بالقناة هو ظهوره على شاشتها مفكرا وباحثا ضمن برامج وتغطيات إخبارية. وهذا كان مضمون النفي الذي نشرته الصفحة الرسمية لبشارة على فيسبوك، حيث قال إن صفحته عادة لا تكترث بتكذيب شائعات الذباب الإلكتروني، والمنشور هو لتبيان الحقيقة، وهي أن الدكتور لم يعمل يوما في قناة الجزيرة ولم يكن عضوا في مجلس إدارتها، ولو كان عضوا فيها ما عد ذلك مشكلة، وإنما كان يظهر فيها من حين لآخر ضمن المقابلات. بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام الفقرة، عودة إلى ما تبقى من الساعة الأخيرة معك رجل. شكرا لك مايا. قال متحدث باسم الشرطة الأفغانية في ولاية هيرات إن 12 عنصرا من الشرطة المحلية قتلوا برصاص مسلحين ينتمون لحركة طالبان. وفي العاصمة كابول لقي 3 عناصر من الشرطة مصرعهم، وأصيب آخرون بجروح في انفجار عبوتين ناسفتين بآليتين للقوات الأمنية. يأتي ذلك بعد ساعات من تقليص أعداد الجنود الأمريكيين في أفغانستان. بهذا نصل مشاهدينا إلى ختام الساعة الأخيرة، والتي ننهيها كالعادة بهذا الكاريكاتير.